الناس ولفت العجل ديال البلاد، غير تغير لها العجل ديال البلاد، يقول لك اللحم ماشي هو هذاك، راه كاين بعدا كرشي الا جمدتيها تيلوحوا عليك، كرشه ماشي اللحم. هنا كونجيلاتور ممنوع عندك بزاف تكون. انا كنخدم غير البقر، كنخدم في ذاك اللحم، ما نكذبش. اللحم جامد. يا سوق الفايت قالوا له المجمد ما فيه. الكرشي الداخل اللي كاين. السي عبد العالي. تبارك الله اخويا عبد العالي. غنيا. اليوم كاينه العلامه ديال ان السي عبد العالي السلعه ناقصه اليوم. هذا هو الحق. ما موالفش نلقى السي عبد العالي عنده هذا الشيء هذا، ولكن غنعرفوا الاسباب من عند السي عبد العالي. السي عبد العالي تبارك الله عليك، الخير والبركه تبارك الله. غير يا ماشي ما موالفش كنشوف عبد العالي عنده هذا الشيء هذا. عبد العالي كتكون عنده استيفان مليح اللهم بارك، ولكن اليوم ناقصه. بغى يقول لنا السبب. الكميه ناقصه، الكميه علاش الغلا؟ الغلا في هذا القياس، اللحم اليوم راه فايت علينا 2600، يكذب عليك الكذاب يقول لك شو عباره اللحم اليوم 2000 2600 سنة الحليب اليوم غرمون عندي. والله الا فايتها. فايتها. باش كاع ما يكذب عليك حتى واحد راه فايت 2600. النعجه اليوم طايحه ب 17 118 النعجه اليوم فين تلقاها 80 درهم. سيدنا خويا عبد العالي شوف. سي عبد العالي المليح ديال دوزيام شوا النعجه. مليح. شحال وصل الثمن اليوم اخويا عبد العالي؟ 17 100 اليوم. والعزي 130 درهم. كنلقى تبارك الله الكميه اليوم، الكميه عند السي عبد العالي ناقصه. نشريو السلعه غاليه 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 واحد الغلا كاع ما كاينش، وتا التجاره ما معاوناش. بعشرة راه ناقص. واخا خويا عبد العزيز شنو عندنا هنايا؟ كذاب العجل 150 درهم الكيلو. يا العجل مليحه. واخا شنو عندنا سباك الاخر عاوتاني؟ دواره 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 كومبلي اخويا عبد العزيز. ورينا الشحمه ديال اخويا عبد العزيز الله يحفظك. هانتوما هانت مليحه تبارك الله. بقاو معنا نلقطوا لكم شي تصويره معاها. حلا اخويا عبد العزيز. شحال قلنا اخويا هذيك كومبلي؟ هذه 180 درهم. 180 درهم كومبلي. ايوا انتم المهم اللي خصو شي حاجه نخلي لكم الرقم الهاتفي ديال السي عبد العالي. تريتور تريتور شي حفله شي حاجه مرحبا. يلا خليهم رقم التليفون. عاود رقم اخويا عبد العالي 06 06 25 23. علاش قلت لكم خليت لكم الرقم ديال عبد العالي بالضبط بالنسبه للتريتورا؟ انا كنعرفو كيقوم التريتورا والحمد لله ما عندناش فرق ما بين الجزاره، كل شيء بحال بحال. غير انا عطيت النمره ديال عبد العالي بالضبط حيت كيوفر لك. النيه هذيك الحاج النيه خويا عبد العزيز. كنتواجدوا عند السي عبد الواحد كرومي. عمي عبد الواحد كي داير؟ لاباس عليك؟ صحيح مزيان كلشي بخير الله يحفظك. هانتوما عبد الواحد لقينا كيوجد كليوات ملاح تبارك الله. شحال هذيك الكليوات عبد الواحد؟ كيلو؟ 100 درهم. 100 درهم هانتوما. شويه هنايا عندنا عمي واحد قطنا بالفيلي قطنا بالفيلي. هانتوما شوفوا لا كولور تبارك الله مليح تبارك الله. اللي دابا على قد الحال. وهنايا كاينه قطنا وهنا الصدر. هادو ديال الكفته. وبقاو معنا غادي تشوفوا الكفته كيفاش كيدير لها عبد الواحد. بوسويت سعيد كيبغي بوصول. شنو تقول لنا في السي حق السي عبد الواحد؟ اخويا شنو نقول لك السي عبد الواحد؟ واحد الجزار اللي انسان عظيم ومعقول كاين المليح. شحال انت كتعامل معاه؟ اخويا نقول لك تنتعامل معاه، انا كنتعامل معاه في المناسبات، راه كنعيط عليه في التليفون كيجيب لي اللحم كارانتي. داك الشيء انسان معقول وما كاين لا والمليح والمليح. انت كتعامل مع السي عبد الواحد؟ الله يعمرها الصلاه. الله يعمرها الصلاه. حنا بودي هذه وحنا كنعرفوا مليح من الصغر، حنا كنتعاملوا معاه. الله يعمرها الصلاه. انسان عظيم كاين والمليح كاين. اذا كان شي درهم زيد لك زيد درهم راكم حدا شوفوا. الناس اللي كيعرف عندك الفلوس ما عندك شي ديال الجيب المهم مع الناس الاعمار. الحمد لله الحمد لله. اروات شويه البلاد اروات الحمد لله خويا الشتا طاحت وكنتمناو يكون شي عام فلاحي زوين يا ربي. الفلاحه ان شاء الله ينوضوا يشمروا يخدموا على راسهم ويكونوا يرضوا ان شاء الله. مرحبا. شوف العام الفلاحه خسر العام خصك تخدم
راه عندي ديبلوم في واحد الكونسيل اغريكول تما ما يخدم، والحمد لله راه كاين الخير في البلاد، الا خدمتي راه غتمشي، تكاسلتي راه ما كاين والو، واحد الشيء اللي كاين الله يجيب تيسير الجميع ونفضل امين الخير للجميع امين. هانتوما السي عبد الواحد ديما الميكا عادي يعجن الكفته، هانتوما كفته مليحه تبارك الله، كتعجبو هاد اللقطه ديال انا مولف ما نديرش شحال وصلت الكفته عمي عبد الواحد؟ الكفته خويا 110 110 دراهم 120 باش تنبيعوها كاين صحابنا 110 110. شنو تقولنا على القضيه ديال استيراد اللحوم من امريكا وروسيا المبرده والمجمده، شنو تقولنا على هذه القضيه هذه؟ القرار ديال لونسا ما خدمناش حنا داك الشيء ما خدمناش الناس الله يبارك فيك عمي الشريف ديالنا الله يرحم الوالدين، الناس ولفت العجل ديال البلاد غير تغير لها العجل ديال البلاد تقول لك الحمى شي والك، راه كاين بعدا ديال البرازيل كاين كيتذبح هنا في البرنا ديال البيف وكناخذوه كياخذوه الناس ما عجبوش درنا واحد المره ما عجبهمش شي صافي بعدا كاينش بحال ديال البلاد ما الله يجيبك التيسير عمي عبد الواحد موجود واحد المعلم عبد الوهاب عمي عبد الوهاب تبارك الله عليك ماشي مزيان عمي عبد الوهاب انت غنبداو اليوم تبارك المرصويات ملاح تبارك الله ديال شنو عمي عبد الوهاب ديال العشاء العشاء مليحه تبارك الله شوفوا تبارك الله انتم اللهم بارك شحال وصل الثمن ديال هاد الكلاب؟ 85 درهم هانتوما الحمد لله العجا مليح اه شنو عندنا هنا عمي الكلاب؟ قاطنة قاطنة حنايا ضيعات ضيعات هادي قاطنة قاطنة وهادي قاطنة بالفيلي هادو الطروفة ديال هادوك اللحم عادي اللحم عادي هاد هنايا عندي بلاد الرومستيك الرومستيك وهنايا كاين الكوتليت شحال وصلت الكوتليت هذا؟ 130 درهم كوتليت 130 طيحان 100 درهم وهادو الطروفة ديال الكفتة شحال وصل العنزي اليوم عندي بلاد 130 درهم 130 درهم وخلاص البقري 100 درهم 100 درهم عمي عبد الوهاب قريتي هذاك القرار ديال لونسا اللي قالت لك بانهم غيستوردوا اللحوم المجمده من روسيا ومن امريكا حنا هنا بعدا كاينه الكرشه الا جمدتيها تيلوحوها لك كرشه ماشي اللحم هنا كونجيلاتور ممنوع عندك الزهر تكون دابا قرار اخر تيقول قرار رسمي مستورده ومبرده ومجمده ومجمده مجمده راه كاينه مبرده ومستورده يا مصاب غير تكون عامه وكان لا حنا مانعين عين عندنا داك الكونجيلي ما يتباعش كاع غير الكرشه قوا عندنا وحيدوا لنا قال لكم كونجيليا وجديده من الكورنا للكونجيلاتور تبارك الله المعلم كي داير اخويا باش غنبداو اليوم الطحان الغربي شحال داير الطحان هذا؟ 100 درهم الكيلو 100 درهم وهنايا؟ بديت هي الدوارة دوارة الغربي الطحان الغربي دوارة شحال داير؟ 100000 ريال 200 درهم وهنايا؟ 120 درهم هنايا؟ هي مدرسة دي 65 درهم 65 درهم بالعظم هنايا الدوارة ديال العجل الدوارة ديال العجل شحال كيلو؟ 30 درهم 30 درهم هنايا الدوارة الغنمي الدوارة الغنمي شحال؟ 25 درهم 500 الكيلو وكري حنا شحال؟ هنا 600 الكيلو 600 ريال الكيلو شحال تنصاوب؟ تبارك الله عليكم يخصو شي حاجة يجي عند المعلم ها هو قدامكم المعلم هشام محل ديال السي عبد الوهاب المعلم عادل كيدير اخويا عادل الله ينورك سي عادل الله يحفظك عادل والبلدي دور لي اخويا عادل داك بخير لهنايا وانتم اللهم بارك زين هذا الشيء اجل مليح اللهم بارك شحال وصل الثمن اخويا؟ اخويا الثمن غير يا اخويا ها؟ 100 درهم ما كاين والو
بصح تسقوا بيا صافي 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 مورسو ديال قاطنة ياك قاطنة هادي قاطنة بالفيل ياك صافي راه تعالى عينك انا غادي هنايا مازال ما حفظتش مزيان اخويا هادي مازال ما كان هادي هادي كويتنا تاعي واخا هذا طروفه ديال ها هادو ضليعات ضليعات وهادي قاطنة وهادي رجلة ديال الكفته الله يكثر خيرك اللهم بارك مرحبا تبارك الله اخويا عادل هزي عند سي ميمون 120 درهم اليوم 120 درهم هانتوما سي ميمون معروف بالعنزي عنزي سلال الحليب هانتوما تبارك الله عمي ميمون شحال وصلت الخير قلنا اليوم 2400 ريال مازال طري كيفركل ياك مازال كيفركل كيفركل ها نتوما كيفركل مازال عجبنا مازال كيفركل عطيدنا في وسط البحر ها عجبنا بالصناره في وسط البحر اها اييه نعم انت تخذتيني ذا ميمون اييه وسقي البحر ما سقي الغاب ها سي سي البحر سي بنوي عاد ربيك يا الصح ذا عمي ميمون تعرف سر المليح العنزي المليح العنزي غير عمي ميمون الصبر كاين وخروطه ما كايناش الصور والزين والعقل نجيبه كلشي مزيان تحياتي خويا خالد بخير عاش من شاف خويا خالد الله ينورك اخويا شنو عندنا اليوم اخويا محمد خويا الحمر راس البنان شحال وصلنا خويا 13 14 دابا اليوم بالعظم ولا بالعظم 14 بالعظم بالعظم اه وهنايا خلاص حتى هذا الحنك حنك واه هنا هنا ها الحمى الطلعه ديال البقري هذه اليوم حاله خاصه شحال وصل الثمن هنا شحال 14 بالعظم بالعظم والدواره شحال دواره 700 35 درهم سي خالد ديالنا بالغلي سلام جميع الجزائر في المغرب الله يكون معكم في هذا الغلاء هذا الله يكون معكم الجزائر في هذا الغلاء هذا 90000 الصباح الغلاء الله يكون مع الجزائر والله يكون مع الوكال الجزائر غادي للانهيار غادي يمشيو تينقرضوا توجدوا عند السي مساعد اختصاصي في اللحم ديال البقره كيدير عمي مساعد لاباس عليك لاباس صحه مزيان كلشي بخير مبروك الخير هذا الله يحفظك مبروك الرواق الله يبارك فيك الله يحفظك شنو عندنا اليوم عمي مساعد؟ اخويا البقره الحمد البقره هانتوما الستاتيه هانتوما اللهم بارك هذا هادي شنو هاد البلاصه هادي؟ هذا السن هذا السن هذا السن هنايا هادي العنقره العنقره هنايا هادي اللوزه اللوزه وهنا خلاص هذا مليج هذا روماستيك هذا روماستيك وهادي هنايا تا هي قاطنة كفتة عند عمي مساعد أنا سيدي كفتة مليحة تبارك الله شحال داير عمي مساعد الكفتة؟ هادي 90 درهم 90 درهم نعم أسيدي 90 درهم هاد الكفتة وبقرة ستاتية ها مولاها تا هادي شدة ها مولاها ستاتية ها مولاها ها مولاها أنا بعتها ها مولاها اللي بعتها أنا مولاها منين البلاصة بعتيها تبقى فين البلاصة؟ فين البلاصة؟ عندي في الجبل فوق آه عندي فوق في الجبل مبروك الروا الله يبارك كتعامل مع هذا السيد هذا كتعامل معاه صاحبي كدي منه ديما شنو تقول لنا في حق هذا السيد هذا الله يعمرها سلعه الله يعمر هذا درتي معاه ثمن مزيان في ديك البقره ايوا راه دار مخرج وباش غادي يخرج حتى هو لا لا قلت لك عمي موسى شنو تقول لنا على القضيه ديال الحمل اللي غيجيبوه من روسيا مجمد
اللحم عيان. ها؟ اللحم عيان. عيان داك اللحم اللي غادي يجيب. ياه. دابا رول صار عطات القرار هذا راه. غادي يجيبوه مجمد. نعم. احنا ما موافقينش. الحمد لله. ما كاينش بحال لحم البلاد. الحمد لله. انا ما نقدرش نخدم هذاك اللحم. انا كنت نخدم غير بقى. نعم. نخدم ذاك اللحم. البغيض ديالي بركه عليا. كي داير سوق الكسيبه عمي مساعد؟ والبركه اللي كاينه وصاي المولغ راه كاين. وانا البركه عندي عند الله. كنتواجدوا عند السي عبد الجبار. مزيان. كي داير اخويا عبد الجبار؟ لاباس عليك. صحة مزيان. ماشي بخير. اشحال وصلت الخير اليوم؟ 100 درهم والبلديه اخويا. 100 درهم. 100 درهم والبلديه الكاليتي. هانتوما. كاين اللي من البرازيل. شنو عندنا هنايا؟ ما عنديش انا اللحم في البرازيل. شنو عندنا هنايا؟ هذاك السدر. السدر. هذا السدر هذا كامل السدر وهنايا هذه العنقره العنقره ديال القاطمه هذه القاطمه ديال القاطمه وهذه رجله الرجله وهذه هنا وهنايا المليح وهذا خلاص طروفا ديال الكفته ها هي الكويته هذا ها هو الكفته ها انتم ها الملح ها هو هذا الشيء كاليتي شنو تقول لنا خويا عبد الجبار على اللحم اللي باغيين يبقاو يجيبوه من روسيا مجمد لا ما خدامش داكشي ما خدامش اخويا ما خدامش داكشي ياه يعطيو ليها هو دابا البرازيل كيتذبح عندنا هنا في البرنات وما صالحش البرازيل داير كيشرب الونصارة خرجت واحد القرار بانها غادي تستورد اللحوم من وغتجي لحوم مجمده هما اصلين الونصا كيمنعوا هاد اللحم المجمد مجمد هما غايجيبوه غادي هما بغاو يجيبوه هما الونصا دابا كتمنع غير السوق الفايت لحو السيد اللحم جامد يا سوق الفايت قالوا له المجمد ما الكرشان الداخل اللي كتخوي كتزوق ما كاينش اخويا ما كاينش بحال اللحم ديالنا حنا وخلاص كي داير السوق الكسيبه السوق اخويا غالي غالي الثمن الكسيبه غدا كتنقرض واحد الساعه ما تلقاش فلوس وما تلقاش واحد الساعه الكسيبه خليفه على الله ما نعرفها خويا جاني الله يدير الخير طيب الحق خويا ولا لا كاين المليح تبارك الله شحال وصل لك المليح خويا اليوم 16 درهم 80 درهم في تحت الشتاء راه حنا ما نشتيو البارح السوق خاوي وكنا البارح الاربعاء البياسه فيها الاربعاء الحبات اللي جبناها هما تا كما تشوف وكاين المليح الزين هذا حطني معاهم في السطوري وكوا دير البلدي اللي بغا اللحم ديال 16 درهم احسن الحين الشوا في الطاجين فيما بغا والمليح كاين ها لا ما نشكرك راسي اللحم هو اللي غايقول راسو شنو دير هنا اخويا هذا هو اخر عاوتاني هنا اخويا خلي هنا القروان هذا الاصل هنايا شنو عندنا؟ 2400 ريال الكبده اكسترا المليح ديال الكبده ها كما تتشوف كاين لا مزاح لا كذوب ها حاجه على وجهها ماشي مازال بدمها كيداير سوق الكسيبه سوق الكسيبه غالي وسيرتو هاد الشتا كاع عادي السوق خاوي راه غير تسوقنا طيرنا شي حبه تاهي بالدراع يبرك على روسنا اقسم بالله